عسلام. عسلام. لاباس؟ الحمد لله. قدم لنا روحك. والله أشرف التركي، عمري 30 سنة ومواطن كأي المواطنين. إيش تعمل في حياتك؟ والله لحد الآن بطال. موضوعنا الرشوة، وين النجم نلقاوها وكيفاش نتخلصوا منها؟ شعبش نتخلصوا منها، ذا موضوع نحوة من الريوس على خاطر ساعات انت تتلز تتحط في موقف، يعني ماذا بيك تخرج منه الموقف هذاك بأي طريقة؟ تتلز باش تعطي الرشوة، مش هما يفرضوا عليك، هما يستناو فيك وقتاش انت، يعني في اي مجال، مانيش نحكي لك في مجال بركة، في جل يعني المجالات راي فيها رشوة، كسوا خدمة باش تدخلك تخدم، كسوا كونترات باش يخرج لبرا، في اي موضوع راه فيه رشوة، امبوسيبل باش يتنح. علاش؟ خاطر انت هاك تشوف حتى البلاد كاز عليه، يعني يا اخو ما عادشك اللي باش يخمم في حلال وحرام ورشوة وكذا، عطيه يا اخو وكا. وين النجم نلقاوها بالضبط؟ في جل المجالات كيف ما قلت لك. اي كان سبيطار، كان ابسط حاجة تنجم ياخذوا فيها رشوة ولا يعطيو فيها رشوة. ياخذوا فيها رشوة ولا يعطيو فيها رشوة. كيف شو نقول لك؟ الزطلة. هذا الموضوع لو نزيدك هكا فلوس باش تعملي قهوة بنينة. هكاك ولا مثلا نعطيك 20,000 في السبيطار 100 يستنى وعديني أنا الأول. برشا 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 حكايات في التيران زادة في برشا. خاطر يعني الرشوة ولات يعني حاجة عادية، نغزروا لها نحن حاجة عادية على الآخر. ما عادش نستغربوا منها؟ أنا واحد من الناس نحكي لها روحي ما عادش نستغرب منها. على خاطر ساعات تمشي باش تقضي قضية تعرف روحك ليه ماهيش باش تقضاها إلا ما تمد. مضطر تمد وقتها ولا؟ بالطبيعة. ولا تشكي بيه وتقول حبني نعطيه رشوة؟ شكوى الرب. شنو هما باش يعطيو بعضهم؟ ما يعطيوش بعض. أنا مرة توقفت، يعني توقف معايا زوز من صحابي. مساكن على نياتهم أوليائهم يعني هذيك هي. شنو هي المشكلة؟ مشكلة يعني في متاع عركة، ثلاثة توقفنا يعني عادي وثلاثة أولاد حومة. جات خلطت فل مادة 180 وجا يعني بوت فل الآخر مادة كذا وكذا، وأنا بابا لاباس عليه يعني ماك العباد اللي عنده فيرما وكذا وجاوا به. شاد لي يعطيني نمرو بوك ليه؟ علاش؟ آه على الرشوة. وسيدي جا هربت وقتها يعني من المركز نهارتها، وتحطم بعد جمعة، ومن بعد جمعة كي شدوني جماعة يعني المنطقة نتاع فوشانة قال لي شنو يعطيك جعالة؟ قلت له ما يعطيش جعالة، ذاك عليه تبدلت المعاملة معايا وكذا وما حبيش نعطي نمرو باب، وجبته السيد قدام يعني رئيس فرق. الموقف هذاك لو كان أنت عطيتهم نمرو بوك كان ينجم يعطيهم؟ ليه يعطيهم؟ فما ابو يعني على خاطرك بيان سير اخي، تخرج ولدك من اي بلاصه تنجم انت تعرف لي يعني بلاصه يعني جراف ولا حابس ولا كذا، يعطي حتى عينيه مش ما نجموش نعيشوا غير رشوه. مش عبيد عندها ضمير؟ لا فم، لا فما قدامي زاد صارت الحكاية، فما عباد عندك القناعة وما يحبش ياخو رشوة وما يحبش ياكل يعني متاع الناس وما يحبش ياكل الحرام. مي جل نحكيه بصفة عامة والأغلبية راهي ولات يعني تتعامل بالرشوة، أما مازال يعني فما عباد بالرسمي ما تحبش تاكل الحرام وما تحبش تاخو رشوة. أنا هم أغلب البلايص اللي موجودة فيها الرشوة. أغلب البلايص اللي مهما تسمع ديما غاديكا فما رشوة. برط، ديوانة، فو، الحكايات هذوك بتاع مرور، ما يعني برشا حاجات، سبيطارات، هذوما البلايص اللي تلقى فيهم خاطر العباد مستحقة، اسكو باش يداوي ولا باش يقعدوا يخلص في خطية ب 600,000، يمد 20 و 30 ولا ولده مثلا عمل عركة كسر حاجة ولا الآخر حاجته يعني بفلوس، يعني يحطوا يقول له يا نشكي بيه يا تعطيني فلوس. ولي يعطي فلوس هكاك يعني ولات العملية. يفهم شكون يعني طيح سنين مشي قالوا حاجتين يعني شكي بيك يا تعطيني حق زو سنين، عطا حق زو سنين. هي موقف معناها عرفت طرفة هذي والله والله طرفة في ملقى باوين صحيح تعارك هو يا ما طاحوش في العركة سنين وبتبيعتهم سنين خايخين فهمت يتدردوا. أغرب موقف صار قدامك فيه رشوة؟ أغرب موقف صار قدامي فيه رشوة قدام عينيك؟ فما
هم شكون خذيه يعني رشوة، وفي ورقة منهم ورقة بخمسين، السيد شامل خذيه نمره الخمسين قبل ما يمد العون، مشي على روحه. السيد مشي للمنطقة قال له راه هكا وهكا وهكا، رجعوا للدورية سلام سلام ترى، قال له اش عندك؟ يجبد يلقى الخمسين اللي السيد حكي عليها، نفس النمر اللي مدوا الرئيس، نفس النمر اللي موجود في الخمسين، يعني لهنا يلعب له لعبة القط والفأر المواطن، هاي خمسين وميسالش. ومن بعد مشي يعني قد أنا عجبتني على الأخر على الأخر وكاو. كيفاش نتفاديوها الرشوة؟ كيفاش نتخلصوا منها؟ والله باش نتخلصوا منها صعيب، مش صعيب أما حتى كان باش تتنحى يعني باش تنقص، قولي يعني تنقص نفهمك، أما باش تتنحى كومبليتمون امبوسيبل. هي قاعدة تكثر، يعطيك الصح، هي قاعدة ماشية وتزيد، خاطر الدنيا ماشية وتصعب، والعبادك اللي ماشية وتتسكر عليها، وباش تقضي قضية كيف ما قلت لك في كل المجالات. لو كنت حطيت في موقف لازمك تدفع فيه رشوة تدفع ولا لا؟ كان يعني فيه مصلحة لي أنا ندفع. والعكس تاخو رشوة ولا لا؟ حقيقة عمري خدمت في الميليتير وكنت رقيب، تعرضت لها مرتين الحكاية وما ما خذيتش. علاش ما عادش تخدم في الميليتير؟ صارت مشكلة توفاة صحابي يعني في تمشيط وصي، انا ما قدمت ديميسيون تاعي ما حبوش يقبلوا، قعدت 4 سنين روشيرشي، ومن بعد مشيت قدمت روحي للثكنه نتاع بوشوشه وسويت وضعيتي وسيبوني من غاد. كانت تجربه باهيه ولا باهيه؟ لكن مخ عديت يعني الاف سي بي والاف سي جي والستاج نتاعي وصي باش نعلق ونبدا نخدم برسك عام خدم. ندمتش؟ ندمت على خاطر كان مخي صغير وقتها 20 سنة أو 30 سنة، كان قعدت نخدم توا صحابي اللي ياخو في مليون و400 واللي كاري واللي ماخو قرض ب 30 مليون وجاوهم باهي. حسيت روحك خديت قرار غلط في الوقت هذاك. يعطيك الصح. توا حتى كي نخمم بيني وبين روحي نقول ما صاب يعني مي سيء توا. واحد ديما ماذا بيه في الجديد وكا. اش قاعد تحضر توا؟ أنا حكيت يعني مع المرة اللي فاتت مع شيراز. زميلتك شيراز وديجا صورت اي وقت اللي انا نقلد خاطر مشكلتي تقليد يعني على الاخر، وجيت 4 مرات في التلزة وقتها في حنا بعد في حومتنا يخدم فيها لطفي بندقة وعداوني وقابلت ناس ديم مختار وقلدته، لكن بابا قال لي الموضوع هذا نسيت تماما. ما ديرنيير مو كي حكيت انا وشيراز قلدت وقلت له راهي مشكلتي تقليد ومترش انه غلطه كبيره كي الولي معناها ما يخليش ولده يعمل حاجه اللي يحبها بالطبيعة يفرض عليه، يفرض عليك، وأصلا أنت تولي حتى الحاجة اللي تعمل فيها قاعد تعمل فيها على خاطر بوك ولا كره، وهو منحي لك الحاجة اللي أنت. أنا ساعات أنا توعني 12 سنة أنا عايش في الشارع على فكرة، والله من كيفاش في الشارع؟ كنت عايش عند عمتي مدلتني تعيش في فرنسا، نمشي أنا وهي لفرنسا ونجي، وكنت من عزل كورجية في سليمان ريجيسور، وصلت حتى للباك، عملت الباك مرتي بالكونسير في راس، ويعني طلعت بحكم يدوب الناسيوناليتي باش طلعت ديابي في فرنسا. بابا اللي وليت مشيت تعشت معاه، وبابا ماك العبيدك اللي عرفتهم مخو يعني سجون وسلاح، فهمت؟ ما تفهمتش انا وي، او مره داغرني او مره كذا في راسي عندي داغرتين حق والله. وليت وانا تربيت في اللي عرفتها في العز، يعني ما تنجمش لا تسبوك مانيش نتاعك شيء هذاك، تلزيت باش نقعد 12 سنة في الشارع. نخلي لك كلمة الختام. كلمة الختام والله ساعة مرسي عليك على الاستضافة، وثاني حاجة إن شاء الله الحكايات هذيا تنقص هي ولو إنها صعيبة شوية، وإن شاء الله ربي يحلها في وجوه الناس الكل. آمين عايشك.